السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس النهاردة بسيط جدا في إنشاءات الجدول، وهو أول خاصية في الجدول وهي عدد الأحرف أو الكلمات الموجودة في الفيلد الأول، عدد الأحرف أو الأرقام. تمام، إزاي نتحكم في هذا الخانة اللي هو يتعدد عن عدد معين من الكلمات أو الأرقام. بنخش هنا عند التيبل وديزاين فيو، وطبعا لازم يتعمل تسجيل اول للجدول، وبنقف على الفيلد او الحقل المراد اللي احنا عايزين منه اللي هو يتحكم في عدد الاحرف او الكلمات الموجوده. هنا بيقول لك اقصى عدد اللي هو 255 رقم او حرف، احنا عايزين نخليه 3 فقط لا غير، بحيث مثلا لو احنا هنا هنتمكن من الخانه ديت هتكون خانه خاصه بلوحه السيارات حتى هو هنا كان فهنا لما نيجي نكتب لوحة السيارات مثلا اف ام كي ال مش هيقدر يكتب اي حاجة تاني. ايضا بالعربي صاد صاد عين في وهكذا. احنا هنا في الارقام ايضا ما ينفعش تكتب اكتر من 3، ما ينفعش تكتب اكتر من 3. وهنا لو حولت الجدول الى فورم نموذج نفس الكلام، طالما الفورم دوت مبني على الجدول تيبل واحد هيتحط عليه من ضمن الشروط. احنا بنعمل هنا نيو تسجيل، مش هيديك اكتر من رقم 3 ارقام، وبرضك نقدر نعدل التعديل من خلال الجدول وليس من خلال الفورم لانه اساسي. هنا بنقف عليه، هنا 3 ممكن نوصلها ل5، وهنا بالتالي التعديل هيسمع في الجدول تلقائي لان الجدول واخد من النموذج واخد من الجدول. يبقى اصبح كده نقدر نتحكم في عدد الاحرف او الارقام الموجوده في الحقل الفيلد الاول او اي فيلد طبقا لو احنا حددنا في الاوامر بتاعته. نقف عند شيرت التكست و في حاجه اسمها فيلد سايز، او نقف هنا ايضا هي فيلد سايز اول خانه من الخانات الموجوده في معالجات الجدول من خانه الجنرال. انتوا شايفين اهو ده اللوك اب وده الجنرال، تقدر تتحكم في عدد الاعمده او الحروف. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.